جاج الأبكار 3 كيلومتر رحلة الأشواط عبر قناة ياسا رياضية من تتابعون هذه الانطلاقات التي تزين أرضية هذا الميدان. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول لنتعرف على الصدارة من تأتي مع المقدمة ومع المركز الأول بهذا التقدم. سرابة تعود الملكية سعيد بن خليفة بالمر النيادي من يقدم لنا سرابة مع الصدارة ومع المركز الأول. ثاني المراكز من تتقدم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام. هناك الوصول والقدوم في هذه اللحظات من شباب ناصر بن جابر بن علي الغيثاني المري من يقدم لنا هذا الاسم. ثالث المراكز تدخل ممتاز في هذه اللحظات من الشاهنية سعيد بن ناصر بن أحمد الدرعي، ومن الجانب الآخر الرسمية علي بن عامر بن أحمد الغيلاني من يقدم لنا هذا الاسم. خامس المراكز اللي في المركز الخامس وغيرت مباشرة إلى الصدارة بهذه اللحظات. تتقدم مشاهدينا الكرام من مركز إلى مركز، تحتل المركز الثاني في هذه اللحظات، ترافق هنا بهذا التقدم اللي هي الرسمية اللي هي تتقدم شنذارة سالم بن مبارك بن سالم المنصوري، أعلن حضوره المنصوري مع المركز الأول. ثاني المراكز الرسمية علي بن عامر الغيلاني. ثالث المراكز شاهينية سعيد بن ناصر بن أحمد الدرعي. المركز الرابع من تنطلق مباشرة شبابة هناك ناصر بن جابر الغيثاني المري، والمركز الخامس في هذه اللحظات مشاهدين الكرام اللي وصلت في هذه اللحظات تنطلق مباشرة وتأتي اللي هي مشكورة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، ومن الجانب الآخر هناك القدوم مشاهدين الكرام. يا سلام اللي غيرت مباشرة إلى المركز الثالث، ومن الثالث إلى المركز الثاني في هذه اللحظات تنطلق مباشرة قرار تعود الملكية من يقدم لنا قرار. هنا خالد بن محمد آل الشيخ الكواري من يقدم هذا الاسم. هكذا النتيجة، ولكن نرى القدوم والوصول في هذه اللحظات. من تصل هنا طيف سعيد بن عامر بن سالم المغيري بدأ يصل هنا مشاهدينا الكرام، وتغير من مركز إلى مركز الوصول والقدوم في هذه اللحظات. من شعار بن رشيد السويدي يقدم لنا هذا الانطلاق، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول إلى الصدارة. شنذارة مع الصدارة ومع مقدمة الشوط في هذه اللحظات. هنا تسيطر مع البداية ومع المقدمة شنذارة الكيلومتر الأخير، الكيلو الأخير يا سلام، وشنذارة مع البداية. وهناك أيضا اللي هي طيف المغير يتقدم مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني المركز الثالث. قرار، ومتى بتصدر قرارها لهذا الفوز والناموس؟ هي مع المركز الثالث. من اللي قادمه مشاهدينا الكرام؟ الشاهينية عبد الله بن سلطان بن سعيد الغفيلي، اول اذاعه للشاهينية القادم احلى، وصل بن رشيد السويدي. ومن الجانب الاخر من تنطلق مباشرة شواهين راشد بن حمد بن خميس البطيني يتقدم مع المركز الخامس، ولكن اصدرت القرار. قرار يا سلام، قرار مع البداية ومع الصدارة ومع المركز الأول تسيطر بهذا التقدم. خالد بن محمد آل الشيخ الكواري من يتقدم ثاني المراكز شواهين، ولكن هناك أيضا المغير يتقدم بهذا الانطلاق مع طيف سعيد بن عامر بن سالم المغيري مع المركز الثاني المركز الثالث. أرى اللي هي شنذارة سالم بن مبارك المنصوري، ولكن حذاري من اللي قادمه اللي هي شواهين راشد بن حمد بن خميس البطيني. يا سلام، غادر البطيني ينطلق إلى أهالي السلطنة. هذا الناموس والفوز ما شاء الله تبارك الله على هذا الإبداع، على هذا الفوز والانتصار. سلام شواهين، سلام راشد بن حمد بن خميس البطيني. يا سلام، وجعلان تحتضن الناموس. سلام جعلان، سلام السلطنة، سلام على هذا الفوز لشواهين راشد بن حمد بن خميس البطيني المركز الثاني، طيف سعيد بن عامر المغيري المركز الثالث، قرار خالد بن محمد الشيخ الكوالي المركز الرابع. رابع المراكز مشاهدينا الكرام صبا سالم بن صالح المري. أما المركز الخامس، خامس المراكز قرار سعيد بن محمد بن سعيد بالكيلة العامري. هكذا النتيجة
نذهب مباشرة للتوقيت الزمني وأثناء وصولها شواهين مهدي أهالي جعلان أهالي السلطنة هذا الفوز راشد بن حمد بن خميس البطيني. ها هو الأداء والعرض المميز ما شاء الله تبارك الله على هذا الإبداع الذي تقدم لنا شواهين. 4 دقائق 29 ثانية جزء واحد من الثاني تهانينا والناموس لراشد بن حمد بن خميس البطيني. المركز الثاني نشوف اللي في المركز الثاني هناك الطيف 4 دقائق 32 ثانية وفاء وتمام تهانينا لمالكها سعيد بن عامر بن سالم المغيري. المركز الثالث قرار مناتت قرار تعود المكية خالد محمد الشيخ الكواري 4 دقائق 33 ثانية جزئين من الثانية. المركز الرابع نشوف اللي في المركز الرابع أتت في رابع المراكز صبا سالم بن صالح بن سالم بن بريكان المري 4 دقائق 34 ثانية خمسا من الأجزاء. خامس المراكز اللي وصلت من المركز الخامس توقيت الزمني مشاهدين الكرام 4 دقائق 34 ثانية سبعا من الأجزاء من حلت مع المركز الثاني قرار سعيد بن محمد بن سعيد بالكيلة العامل تهانينا والناموس.